لا يزيد حجمه مع أرجله عن عملة معدنية، ومع ذلك فإن العنكبوت مصنع حقيقي في حد ذاته. إليكم الشرح مع عالمة الأنارولوجيا كريستين رولار. العناكب مصانع خيوط حقيقية وتنتج خيوطاً تستخدم لأغراض مختلفة في حياتها، وهي تبدو كشبكات هندسية جميلة. يستغرق العنكبوت في المتوسط ساعة فقط لتكوين شبكته. هذا العنكبوت الاستوائي النيفيليوس، إنه قادر على إنتاج أكثر من 100 متر من الخيوط دفعة واحدة. عليه أن يأكل مرة أخرى ليعيد إنتاج البروتينات ليصنع المزيد والمزيد من الشبك. خيوط العنكبوت عبارة عن بروتين يسمى الفيبروين، وهي مادة متميزة. إنه خيط فائق القوة، وخاصة ذلك الخيط الذي يتدلى به. إنه يتمتع بخصائص مقاومة مهمة، لكنه ليس خيطاً واحداً، بل عدة خيوط صغيرة متجمعة معاً وتشكل الخيط الذي نراه.